هذا المؤتمر دليل صارخ على بأن الأجهزة الأمنية إن كانت المخابراتية أو الحكومة في بغداد إنها نايمة ورجليها بالشمس. لا 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 مهنا أنت فوتتني بتناقض، لو نايمة ورجليها بالشمس لو هم يدرون ومررين الموضوع. اختار لك واحد، أنت اتهمتهم اتهامين. أني ما سمعتك العفو. أقول لك أنت اتهمت الحكومة اتهامين، واحد قلت إنه هم نايمين ورجليهم بالشمس، والثاني قلت ماكو شيء وسربت لنا معلومات انه هم عندهم علم بكل شيء. اي بس العفو يا سيدي الكريم، قصدي بالكلام من اكو معلومات سربت بخصوص هذا المؤتمر. يعني عفوا وين دور الحكومه؟ يعني المفروض اكو دور للحكومه. ولكن يعني مع الاسف شريد اسولف، يعني احنا جيد. وضع العراقيين اليوم جيد. وضعنا محرج جدا، لا عندنا اب يعني سياسي كبير يحمي العراق من شماله الى جنوبه. شو تسوون بالاب؟ ما انتم ما شاء الله كلكم معنكين سياسيين. اقصد بالاب اللي يتكلم بلغه عراقيه صافيه. مع الاسف هذا شيء بعيد، كل من يبحث عن ذاته، كل من يبحث عن حزبه. هسه تدورون رئيس، وهذا السبب الرئيسي اللي خلى يتطاول شيخ نوفل المتطاولون اللي يتكلمون بلسان حكومي ويسوون مؤتمر خزي وعار عليهم وعلى اللي أيدهم. جيد. اليوم أنت كعراقي تقبلها كيف ما تقبلها. اليوم وضوح كامل، وزارة الداخلية في إقليم كردستان قالت كلام واضح جدا بأنها أول شيء ما عندها علم، اثنين رفضت هذا المؤتمر.